للوقوف على آخر مستجدات ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في تظاهرات سجاد. أهلا بكم سيدي. تحية لكم ولقناتكم الكريمة. سجاد، كيف تبدو الأوضاع اليوم في بغداد في ظل هذه التظاهرات التي ما تزال مستمرة؟ اليوم الأوضاع جميلة جدا ومستقرة في ساحة التحرير بعد تسلم القوات الأمنية حماية الساحة بالكامل ودخول الموج الأبيض ثوار القمصان البيضاء إلى ساحة التحرير بأعداد هائلة جدا. اليوم القمصان البيضاء أنزلوا الفرح والمسرة على ثوار ساحة التحرير، فاليوم الساحة جميلة جدا ومستقرة الأوضاع فيها. نعم، بعد هذه المشاركة الطلابية الواسعة في التظاهرات سواء في بغداد أو في باقي المحافظات، كيف يمكن تقييم دور الطلاب في استمرار الثورة وصمودها أيضا؟ لا أحد يقدر أن يثمن جهود طلبة العراق. اليوم طلبة العراق هم أساس الثورة وديمومتها وصوتها وعمودها الفقري، لأن الطلاب هم أصحاب العلم. كما اليوم أعلنوا مسيرتهم بأن الثبات أصعب امتحان، هم اليوم يلاقون أصعب امتحان وهو الثبات في ساحة التحرير. التاريخ فقط من سيسجل هذه الموج الطلابي وقفتهم وصمودهم وإضرابهم وتحملهم العديد من المخاطر من التهديد والضغط الحاصل عليهم من قبل الأهالي الأساتذة ورؤساء أقسامهم في الجامعات. كيف يواجه المتظاهرون ومن بينهم أيضا الطلاب، كيف يواجه تضييق السلطات عليهم بشأن الإضراب العام والعصيان المدني؟ اليوم الدستور قد كفل حق الطالب بالإضراب وحق الطالب بالتظاهر وحق الطالب في العودة إلى مقاعده الدراسية. كل الضغوطات لا نجدي لها نفعا ولا نضغي إليها، لأننا سعرون من أجل وطن، من أجل بلد، من أجل حياة كريمة، بلد خالي من الأحزاب، خالي من قرعة الأحزاب التي تأتي بمن أشاءت إلى السلطة، نفوذ من دول الخارج يتغلغل في العراق. اليوم كل الضغوطات الطلبة يتحدونها ويتحدون أكبر ضغوطات يتحملون. اليوم الطلبة مراهنون على حتى وإن ضيعوا هذه السنة الدراسية أنهم يستمرون بالإضراب من أجل العراق ومن أجل مستقبل العراق. ما هي الخطوة القادمة للمتظاهرين بعد كل هذا التعنت الحكومي وإصرار السلطة على خيار القمع وتسويف المطالب؟ تسويف المطالب وتلك الحكومة القمعية الخريطة من عدة أحزاب هي بنفوذ، كما تعرفون أن نفوذ الأحزاب من نفوذات خارجية كانت تقليمية أو داخلية، فهناك صمود كبير للثوار. الخطوات التصعيدية سوف تعلن عنها تنسيقيات متواجدة في ساحة التحرير، كيف يكون رفض أولا لمرشح الأحزاب الجبري محمد توفيق علاوي وتسويف مطالبهم بالمصادقة على قانون الانتخابات، بمحاسبة القناص في يوم 11، بمحاسبة الغاز المتسببة في مقتل الثوار العديدين الذي وصل عددهم إلى 800 شهيد في من خلال هذه الحكومة القمعية. خطوات من التصعيدية سوف تكون أكبر وأكبر باتجاه تلك الحكومة حتى وإن قررنا على أن نكون على أسوار الخضراء. شكرا جزيلا لك ناشط في تظاهرات سجاد، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.